اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. today ان شاء الله هناخد ليسون 1 في يونت 3 اللي بعنوان الكاباسيتي. الدرس بتاع النهارده يا اولاد من الدروس السهله وهنتعرف فيه على معلومات مهمه. طيب قبل ما نبدا الدرس لازم نعرف في الاول يعني ايه كلمه ليكويد. لما انا اقول لكم ليكويد تتخيلوا الكلمه دي بايه؟ الليكويد معناها بالعربي سوائل. زي ايه السوائل دي؟ زي الميه، زي الزيت، زي العصائر، يعني الحاجات اللي هي مش جامده، يعني اي حاجه زي الميه بنسميها ليكويد. طب ايه اللي بيميز الليكويد يا اولاد؟ اللي بيميز الليكويدز انها ممكن تاخد الشيب اوف زير كونتينرز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لما نيجي نصب الميه دي في الكوبايه بنلاقي ايه؟ بنلاقي ان الميه خدت شكل الكوبايه. ولما نيجي نصب مثلا الميه في الازازه دي بنلاقي ايه؟ بنلاقي ان الميه خدت شكل الازازه. ولما نيجي نحط مثلا العصير في علبه العصير نلاقي ان العصير بياخد شكل العلبه. طيب احنا بقى في الدرس بتاعنا النهارده عايزين نتكلم عن ايه؟ عن الليكويد. عايزين نعرف ازاي هنقيس كميه الليكويد دي. يعني لو عندي حبه ميه كده هنقيسهم ازاي؟ لو الميه كتيره هل هنقول الميه كتيره؟ لما تكون الميه قليله هل هنقول الميه قليله ولا لازم نوصفها برقم؟ طبعا لازم نقول نمبر، والنمبر ده هو اللي هيعبر اذا كانت الاماونت اوف ليكويد، الاماونت اوف ليكويد او كميه الليكويد دي كبيره ولا قليله. طيب علشان نقيس بقى كميه الليكويد دي هنعرف كلمه اسمها الكاباسيتي. يعني ايه كلمة كاباستي؟ الكاباستي معناها السعة او الشكل اللي هياخده السائل ده قد ايه او كميته قد ايه. هقول تاني ايه اللي انا عايزكم تعرفوه دلوقتي. عايزكم تعرفوا ان انا عندي حاجة اسمها الكاباستي بقيس بيها كمية الليكويد. يعني لو الليكويد عندي كتير هنقول ان الكاباستي بتاعته كبيرة، ولو الليكويد عندي قليل هنقول ان الكاباستي بتاعته قليلة. طيب تعالوا دلوقتي نشوف حاجة مهمة. ايه هي الوحدة اللي هقيس بيها؟ ايه هي اليونت اوف ميجر اللي هقدر اوصف بيها الكاباستي؟ هتقولي يا مستر يعني ايه اليونتس اوف ميجر؟ هو احنا في الدرس بتاع اللينس لما كنا بنقيس الديستنس كنا بنقيسها ازاي؟ ازاي كنت بقيس اللينس؟ كنا بنقيس اللينس بيونت اسمها الميتر، وكان عندي يونت اسمها السنتيمتر. يبقى انا الكاباستي برضو محتاجه يونت اقدر اوصفها بيها. هنوصف الكاباستي بايه؟ هنوصفها بيونت اسمها الليتر. يعني مثلا انا بروح اشتري ازازه بنقول للراجل ايه؟ بنقول له عايزين ازازه ليتر او 2 ليترز. يعني دايما بنقول كلمه ليتر دي ليه؟ علشان احنا بنتكلم عن ليكويد، ومن الرقم اللي انا بقوله الراجل اللي بيبيع بيعرف اذا كنت انا عايز ازازه كبيره ولا ازازه صغيره. يعني لو قلنا للراجل عايز ازازه بيبسي مثلا 1 ليتر بيجيب لي الازازه اللي هي الصغيره، لكن لو قلنا عايزين ازازه 2 ليترز هيروح يجيب لي الازازه الكبيره. ليه؟ علشان انا طالب كباستي كبيره، انا قلت 2. يبقى هنتفق مع بعضنا يا اولاد ان اليونتس اللي بستخدمها علشان اقيس بيها كميه الليكويد هنسميها الايه؟ الليتر. طيب الليتر ده انا لما احب اتخيله اتخيله ازاي؟ هقول هو قد ايه؟ الليتر دايما بنقول ان هو قد ازازه الميه دي كده. يعني ازازه الميه بنعتبرها 1 ليتر. ولما بنيجي بنرمز للليتر بنكتب حرف الايه؟ حرف ال ده. طيب نفرض ان احنا عايزين نتكلم عن كميه صغيره جدا من الليكويد، هل هنستعمل برضو الليتر؟ هنا في عندي انذر يونتس اوف ميجر بنستعملها لما بنتكلم عن السمول اماونتس اوف ليكويد اللي هي ايه؟ اللي هي الملي ليتر. طيب الملي ليتر ده لما اجي اتخيله يا اولاد اتخيله ان هو قد ايه؟ بنتخيله اكنه قد نقطه الميه بالظبط. طيب ايه العلاقه ما بين الليتر والملي ليتر؟ ال1 ليتر جواه 1000 ملي ليترز. يعني احنا بنقول ان ازازه الميه دي جواها 1000 دروبز اوف ايه؟ اوف ووتر. يبقى احنا عشان نلخص الشرح ده كله هنلخصه في كلمتين، هنقول ان الكاباستي دي بنقيس بيها كمية الليكويد او الفوليوم بتاع الليكويد، واليونتس بتاعتها اللي بقيسها بيها الليتر او الملي ليتر. والليتر بنقيس بيها الحاجات الكبيرة والملي ليتر بنقيس بيها الحاجات الصغيرة. نيجي نشوف مجموعة من الامثلة كده.
يعني مثلا البوتل دي الكباستي بتاعتها قد ايه؟ الكباستي بتاعها 1 لتر، يعني هي تقدر تشيل ليكويد الكميه بتاعته 1 لتر. طيب البوتل دي اكبر شويه، الكباستي بتاعتها قد ايه؟ هو هنا كاتب لي 2 لترز، يعني دي قد دي مرتين. طيب الباكت ده بيشيل قد ايه؟ لا الباكت ده الكباستي بتاعته كبيره، هو هنا كاتب لي 10 لترز، يعني ممكن الباكت ده افضي فيه 10 من الايه؟ من البوتلز ديت. طيب بالنسبه هنا للكارتون اوف ميلك، علبه اللبن دي، بنقول تقريبا ان الكباستي بتاعتها 1 لتر. تعالوا مع بعضنا نتكلم على جزئيه تانية يا اولاد مهمه جدا، اللي هي الليتر ده لما اجي اوصفه بالسنتيمترز اقدر اوصفه ازاي؟ احنا قلنا ان انا عندي الليتر تقريبا زي ازازه الميه. لو انا جبت كيوب مكعب كده من الكرتون مثلا، السايد لينس بتاعه 10 سنتيمترز، هنا 10 وهنا 10 والهايت عندي 10، وجبت ازازه الميه وفضيتها هنا كده بالظبط هتملى المكعب ده بالظبط. يبقى احنا هنبتدي نقول ان المكعب ده هو ال 1 لتر. طيب الكيوب اللي قدامي ده عباره عن ايه؟ جواه كام سنتيمتر كيوب ده؟ جواه كام سنتيمترز من الصغيرين؟ الكيوب ده جواه 1000 سنتيمترز، يعني 1000 من الكيوب الصغير ده. عشان كده احنا بنقول ان ال 1 لتر عباره عن 1000 سنتيمترز كيوب. السرير اللي فوق دي بنقول عليها كيوبد، اوكي؟ يعني كيوبد صغيره كده من السنتيمترز. طب ناخد بالنا من حاجه، هو انا عندي مش ال 10 سنتيمترز دول يعني 1 ديسيمتر، وده كده 1 ديسيمتر، وده كده 1 ديسيمتر، يبقى الكيوب ده كله ممكن نقول عليه 1 ديسيمتر كيوبد، يعني مكعب السايد لينس بتاعه 1 ديسيمتر. واحنا من شويه قلنا ان ال 1 لتر انا فضيته كله في الايه؟ في الكيوب ده. يبقى معنى كده ان ال 1 لتر ايكوالز 1 ديسيمتر كيوبد. مهمه قوي قوي الحته دي، ان ازازه الميه اللي هي 1 لتر احنا نقدر نفضيها في مكعب واحد بنسميه ديسيمتر كيوبد. طيب بالنسبه بقى للنقطه بتاعت الميه اللي احنا وصفناها من شويه وقلنا ان هي 1 ملي لتر اللي بقيس بيها كميه الميه الصغيره او كميه الليكويد الصغيره دي، بتملى قد ايه من المكعبات دي؟ النقطه الصغيره اللي هي ملي لتر بتملى عندي جاست 1 ايه سنتيمتر كيوب، لان احنا قلنا ان ال 1 لتر جواه 1000 ايه دروبز اوف ووتر. طيب ايه اللي نحفظه هنا؟ نحفظ ان ال 1 لتر هو بالظبط ال 1 ديسيمتر كيوب، وان ال 1 ملي لتر هو بالظبط ال 1 سنتيمترز كيوب، وان ال 1 لتر جواه 1000 سنتيمترز. طيب نيجي بقى نشوف التحويلات بتاعتنا. لو انا عندي هاف لتر، نص اللتر ده بيبقى قد ايه؟ بيبقى 500 ملي لتر، لان ال 1 ب 1000 يبقى الهاف ب 500. طيب كوارتر اوف لتر ده قد ايه؟ ده 250 ملي لتر. طب والثري كوارترز اوف اللتر عباره عن 750 ملي لتر. يبقى هنحفظ دي وهنحفظ دي وهنحفظ دي عشان لما هنيجي نحل هنستعملهم كتير، تمام؟ طيب لو انا عندي 3 لترز، لو انا عندي 3 لترز وعايزين نحولهم ملي لترز اللي هم النقط الصغيره، هنعمل ايه؟ هنعمل على طول تايمز ايه؟ تايمز 1000. ولو جات لي بالملي لتر وعايزين نحولها للليترز هنعمل ايه؟ هنديفايد 1000. يبقى من اليونت الكبيره لليونت الصغيره هنعمل مالتيبليكيشن، ومن اليونت الصغيره لليونت الكبيره هنعمل ديفيجن. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. بيقول لي هنا arrange the following objects from the smallest capacity to the greatest capacity as in the example. يعني نبص بعينينا كده ونشوف مين اللي شايل ليكويدز قليل وبعد كده مين اللي اكبر منه. لما نيجي نبص هنا طبعا دي اقل واحده نديها نمبر 1، ودي اكتر منها شويه ودي كبيره خالص. يبقى احنا كده بنرتب من السمولست للجريتست. طيب يلا هنا بالنسبه للكارتون ميلك مين اقل واحده؟ دي اقل واحده يبقى دي نمبر 1. طيب مين الاكبر منها شويه؟ دي الاكبر منها.
مين اللي بعد كده؟ دي اللي بعد كده. يلا نشوف اللي بعد كده. مين اللي اقل حاجه؟ السبون، واللي اكبر منه شويه الكبر، وبعد كده الكاتل. طيب نيجي بعد كده هنا لما نحب نرتب، مين اقل كباستي؟ دي اقل كباستي. مين اللي بعديها؟ دي اللي بعديها، وبعد كده دي بتشيل كباستي كبيره. يلا نشوف هنا اقل حاجه السبون، وبعد كده الجلاس، وبعد كده الكارتون ميلك. ها اللي بعد كده طبعا دي اقل كباستي، الكارتون ميلك اكتر شويه، وبعد كده الباكت ده هيشيل اكتر. اكسرسايز طبعا سهل قوي. اكسرسايز 2 بيقول لي تشوز ذا بيتر استيميت اوف كاباستي از ان ذا اكزامبل. يعني هنا المعلقه دي الليكويد اللي عليها هيبقى بالملي ليتر ولا بالليتر؟ هيبقى بالنقطه ولا بالبوتل؟ نعرفها كده، الملي ليتر بالنقطه والليتر بالبوتل. يعني الكوبايه دي هيبقى جواها 250 ليترز ولا 250 ملي ليترز؟ هل ينفع نحط في الكوبايه دي 250 بوتلز؟ لا طبعا، يبقى الكباستي بتاعتها 250 ملي ليترز. هنا الباكت ده هل بيتحط جواه نقطه ولا نقط كتير جدا جدا؟ يتحط جواه 8 ليترز ولا 8 ملي ليترز؟ لا طبعا 8 ليترز. يلا الكب ده، الكب ده الكباستي بتاعته 150 ملي ليتر ولا بالليتر؟ ملي ليتر. هنا الكرتون ميلك بال 1 ملي ليتر يعني جواها نقطه، دي بتشيل نقطه واحده ولا بتشيل 1 ليتر اللي هو 1000 دروبز اوف ميلك؟ لا 1 ليتر طبعا. هنا ده 5 ملي ليترز، ده جواه خمس نقط ولا 5 ليترز؟ لا ده يشيل 5 ليترز. هنا دي بتشيل 1 ليتر ولا 1 ملي ليتر؟ الحقنه بنحط جواها نقطه يبقى 1 ملي ليتر. هنا الجار ده الكباستي بتاعته 450 ليترز ولا بالملي؟ بالملي. والباكت 10 ليترز. يلا مع بعضنا نشوف اكسرسايز 3. بيقول لنا هنا تشوز ذا سوتبل ميجرنج يونت فور ايتش اوف ذا فولوينج. عايزين نختار اليونت اللي بنقيس بيها، هل هي الليتر ولا الملي ليتر؟ مين هي اليونت المناسبه؟ الميديسين ان سبون، الدواء بتاعنا لما بنيجي ناخده بنقيس الكميه بالليتر ولا بالملي ليتر؟ لا طبعا بالملي ليتر، ده حاجه صغيره. الجوس في الجلاس برضه بالملي ليتر. طيب الميديسين ان بوتل، ازازه الدواء دي بتبقى ليتر ولا بتبقى صغيره بالملي ليتر؟ لا بالملي ليتر برضه. طيب الووتر في الواشنج ماشين، الميه اللي جوه الغساله دي كتير، بنقيسها بالايه؟ بالليتر. اللي بعد كده الووتر ان الاكواريوم اللي هي الميه اللي في حوض السمك، بنقيسها بالايه؟ بالليتر. ها الشامبو اللي في البوتل بنقيسه بالايه؟ بالملي ليتر. الميلك ان ابيبيز بوتل، الببرونه بتاعت البيبي، بياخد لبن بالليتر ولا بالملي ليتر؟ بالملي ليتر. الجازولين في الكار، لو بنيجي نحط العربيه بتاعتنا بنزين، بنحط لها حاجات صغيره ولا بنحط لها كتير؟ بنحط لها كتير، يبقى هنستعمل الليتر. الووتر ان سويمنج بول، المايه اللي في حمام السباحه دي كتيره ولا صغيره؟ كتيره جدا، يبقى لازم هنقيسها بالليتر. ها الووتر ان مج، المايه اللي في الفنجان، نقيسها بيونت كبيره ولا بيونت صغيره؟ لا يونت صغيره، يبقى ملي ليتر. البينت ان باكت، بالليتر طبعا. ذا اماونت اوف ووتر يوزد باي ا بيرسون فور باثنج، لما بنيجي نستحمى بنستحمى بحبه ميه صغيرين ولا بنستحمى بحبه ميه كتير؟ حبه ميه كتير، يبقى اكيد لازم نستعمل الليتر عشان نقيس بيهم كميه الميه دي. الاماونت اوف جوس ان ا فاميلي سايز كان، الفاميلي سايز اللي هو الحجم العائلي، لما بنيجي نجيب عصير حجم كبير ده بنقيسه بالايه؟ بالليتر طبعا. طيب يلا اللي بعد كده. تشوز ذا انسر نيرست تو ذا كوركت فروم بتوين براكتس. الاماونت اوف ووتر ان ا سمول كاب اوف ووتر از ايه؟ كميه الميه اللي في فنجان صغير 3 ملي ليترز، ثلاث نقط، ما احنا قلنا بقى الملي ليتر لما نيجي نتخيله بالنقطه، ولا 150 ولا 700؟ 700 ملي ليترز ده كتير، ده اكتر من هاف الليتر، يبقى اكيد ايه؟ 150 ملي ليترز. الاماونت اوف ميديسين ان ا سمول امبول از ايه؟ دايما الميديسين بيبقى حاجات صغيره قوي لانه بيبقى بالنقطه، يبقى هيبقى 15 ولا 150 ولا كوارتر اوف ليتر؟ كوارتر اوف ليتر يعني 250 ملي ليترز، طبعا هيبقى 15 ملي ليترز. هنا الاماونت اوف ووتر نيسيسري فور واشنج ا كار، لما بنيجي نغسل العربيه بهاف ليتر بنص ازازه
ولا 15 لترز ولا 150 لترز؟ لا طبعا المناسب ايه؟ 15 لترز. اللي بعد كده الـ amount of water necessary for washing two dishes is ايه؟ لو هنغسل طبقين هنغسلهم بقد ايه؟ ب 50 مللي لترز يعني 50 نقطة، ولا 20 لترز 20 ازازة، ولا 1500 مللي لترز؟ ناخد بالنا بقى ان ال 1500 مللي لترز لما بنيجي نعمل divided 1000 يديني 1.5 لترز. يبقى حولنا ال 1500 مللي لترز ل 1.5 لترز. اه تقريبا الطبقين ممكن نغسلهم بإزازة ونص، يبقى نختار ايه؟ 1500 مللي لترز. طيب ال amount of water for filling a bottle، كمية المية اللي احنا هنملى بيها ازازة، 5 مللي لترز خمس نقط، ولا 20 لترز، ولا 20 ازازة يبقى انا حاملة الازازة ب 20 ازازة، ولا 1500 مللي لترز اللي احنا قلنا من شوية 1.5 لترز، يبقى هي ايه؟ يبقى هي دي. نيجي نشوف اللي بعد كده، بيقول لي the amount of milk used by a family of 4 persons is ايه؟ لو انا عندي اسرة فيها اربع افراد هيشربوا لبن قد ايه؟ 500 لترز، معقول؟ هيشربوا 500 ازازة لبن، ولا 50 لترز برضو كتير قوي هيشربوا 50 ازازة. طب ايه بقى 2000 مللي لترز؟ هو احنا مش عارفين ان 2000 مللي لترز هي بالظبط 2 لترز؟ لما نيجي نحول ال 2000 لليترز ديفايد اوفر 1000 تديني ايه؟ تديني 2، يبقى اكيد طبعا هم هيشربوا ايه؟ 2 لترز، يبقى نختار دي. اللي بعد كده what is the capacity of a glass of water، الكوبايه بتاعت الووتر الكباسيتي بتاعتها قد ايه؟ 3 لترز 25 لترز ولا 250 مللي لترز؟ يبقى نختار 250 مللي لترز لان دول بالايه؟ بالليترز. a man bought a bottle of medicine of capacity ايه؟ الكباسيتي بتاعت البوتل لازم تكون بالملي لتر. انا عندي هنا 2 لترز كتير قوي، طب ناخد بالنا بقى انا عندي هنا 1000 مللي لترز وعندي هنا 1 اوفر 5 لتر، هو ال 1 اوفر 5 لتر في قد ايه من الملي لتر؟ يبقى لازم نحول ال 1 اوفر 5 لترز لملي لترز. ازاي بنحول من الليتر للملي لتر؟ بنعمل تايمز 1000، يبقى نعمل كده 1 اوفر ال 5 تايمز الايه؟ ال 1000. احنا عارفين ان 1 اوفر 5 لما نيجي نعملها بالديسمال نمبر بتديني 0.8 0.2 0.2 تايمز ال 1000 يدينا كام؟ البوينت دي تتحرك ناحيه الرايت 3 بليسز يديني 200، يبقى 200 مللي لتر. يبقى انهي الصح؟ نختار 1000 مللي لترز ولا 200 مللي لترز؟ لا نختار 200 مللي لترز اللي هي 1 اوفر 5 من الليترز. هنا وي هاف ا ووتر تانك اوف كاباسيتي، خزان الميه ده حاجه كبيره قوي، يبقى الكاباسيتي بتاعته بالليتر، يبقى ايه؟ 50 لترز. نبعد عن الحاجات الصغيره دي. I used about a of water in passing today، انا استحميت النهارده بقد ايه؟ 50 لترز ولا هاف لتر ولا 10 لترز؟ ممكن نقول 10 لترز، 10 ايه؟ 10 ازايز. يلا اللي بعد كده complete as in the exam. انا بعتبر الاكسرسايز ده يا اولاد من اهم الاكسرسايزز اللي في الليسون، عايزين نركز فيه جدا. هنا 2 لترز فيهم قد ايه ملي لترز؟ عملنا تايمز 1000 على طول. هنا 6 لترز احولها ازاي للملي لترز؟ اعمل تايمز 1000، يبقى 6 تايمز 1000 يديني 6 ايه؟ 6000. هنا 4000 ملي لترز فيهم قد ايه من الليترز؟ عشان نحول من الملي لترز للليترز بنعمل ديفايدد 1000، 4000 ديفايدد 1000 يديني 4. يلا 20 لترز فيهم قد ايه من الملي لترز؟ نعمل تايمز 1000، يعني هنزود جنب 20 3 زيروز، يبقى 20000. هنا 7000 ملي لترز فيهم قد ايه من الليترز؟ هنا بدل ما كتبنا الملي لتر كده كتبناها كده، يلا نعمل divided 1000. لما اجي اعمل divided 1000 الديسمال بوينت تتحرك towards left تمشي 3 places، هي اصلا هنا تيجي فين؟ تيجي هنا، يبقى يديني 7 لتر. 7 and half liters اللي هي 7.5 فيها قد ايه من الليترز؟ نعمل times 1000، نحرك الديسمال بوينت 3 places هيديني 7500 مللي لترز.
يلا هنا الديسمال بوينت فين اهي، عايزين نعمل ديفايد 1000 عشان نوصل للليتر، نحرك الديسمال بوينت 3 بليسز توردس ليفت، ادي 1 2 اند 3 يديني 1.8 1.4. نفس الكلام هنا الديسمال بوينت هنا لما اجي اعمل ديفايد 1000 عشان احول المللي لتر للليتر اوصل بيها فين لهنا، يبقى يديني 1.205. يلا 20 مللي لترز عايزين نحولهم للليترز هنعمل ايه؟ نديفايد 1000، انا عندي 20 اهي ديفايد 1000، الديسمال بوينت اهي هنحركها 3 بليسز ادي 1 2 اند 3، يبقى نحط 0 هنا ونحط البوينت هنا يبقى 0.02. اللي بعد كده 1 اند كوارتر اوف الليتر ايكوالز قد ايه مللي لتر؟ الكوارتر اللي هو 250، يعني ده عباره عن كده 1.250 لتر هي ايكوالز ايه؟ نعمل تايمز 1000، البوينت اتحرك 3 بليسز توردس رايت يديني 1200 اند ايه؟ اند 50. اللي بعديها 24 لترز نعمل تايمز 1000 يبقى يديني 24000 ملي لترز. هنا 5 اند هاف لتر يعني 5.5، نعمل لها تايمز 1000 تتحرك الديسمال بوينت 2 بليسز تبقى 5000 اند 500. هنا يلا نعمل ديفايد 1000 عشان نحول الملي لتر للليتر، ديفايد 1000 البوينت هنا تتحرك 3 بليسز تبقى هنا يديني 10. ايه هنا من الليتر يديني 3500 ملي لتر، ناخدها من هنا ونروح بيها هنا، ده الملي لتر عشان نحوله لليتر ديفايد اوفر 1000، يعني الديسمال بوينت هنا تتحرك تبقى فين؟ تبقى هنا، يبقى 3.5. يلا هنا الملي لترز للليترز البوينت هنا نوديها فين؟ نوديها هنا تبقى 8.5. هنا الملي لتر للليتر ديفايد 1000، يعني نحط الديسمال بوينت افتر 3 بليسز فروم الايه؟ فروم الرايت، هي هنا هتبقى هنا يبقى 9.750. طيب الديسيميتر والملي لتر، الديسيميتر كيوب هو هو الليتر، ناخد بالنا بقى، فلما يقول لي 2 ديسيميتر كيوب اكنها بالظبط 2 لتر، فيهم قد ايه ملي لترز؟ نعمل تايمز 1000 يديني 2000. 7 لترز فيهم قد ايه من السنتيمتر كيوب؟ السنتيمتر كيوب هو هو الملي لتر، يبقى نعمل برضو تايمز 1000 يديني 7000. يلا نشوف اكسرسايز 6 بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر. اليونت اوف ميجرينج كاباسيتي از ايه؟ بنقيس الكاباسيتي بايه؟ بالسنتيمتر ولا بالليتر ولا بالميتر؟ لا بالليتر. ال 1 لتر بي ايكوالز قد ايه؟ 1 سنتيمتر كيوب ولا 1 ديسيمتر كيوب ولا 100 سنتيمتر كيوب؟ طبعا 1 ديسيمتر كيوب. ال 1 ملي لتر النقطه الصغيره قد الايه؟ قد المكعب الصغير، يبقى فيها 1 سنتيمتر كيوب. 900 ملي لترز فيهم قد ايه من الليترز؟ عايزين نحول من الملي للليتر يبقى هنديفايد 1000، يعني 900 ديفايدد 1000، البوينت هنا تروح فين؟ تروح هنا يبقى 0.9. اللي بعد كده 82000 ملي لترز فيهم قد ايه من الليترز؟ ديفايد 1000 يبقى هنحط الديسمال بوينت افتر 3 بليسز 1 2 3 تيجي هنا يبقى 82. هنا 6750 ملي لترز فيهم قد ايه من الليترز؟ اولا 6000 دي كده يعني 6 لترز، طب وال 750 يعني 3 اوفر ال 4، يبقى ممكن نختار 3 اند 3 كوارترز. 10 ملي لترز فيهم قد ايه من الديسيمتر؟ الديسيمتر كيوب هو هو الليتر، يبقى عشان نحول من الملي للليتر ديفايد اوفر 1000، يعني 10 ديفايدد 1000 ايكوالز كام؟ البوينت هنا ادي 1 2 3 ونحط البوينت يبقى 0.01 اللي هي دي. يلا اللي بعد كده 750 سنتيمتر كيوب فيهم قد ايه من الليتر؟ السنتيمتر كيوب هي هي الملي لتر اللي هي ايكوالز كام؟ 3 اوفر 4. يلا اللي بعد كده but correct for the correct statement and wrong for the incorrect one. 2 ديسيمتر كيوب هي هي 2 مللي لتر؟ غلط طبعا.
امال الصح ايه؟ عباره عن 2 لتر. 7500 مللي لتر عباره عن 7.5 لتر، صح، لان ال 7000 ب 7 اهم، وال 500 مللي لتر دول بكام؟ ب 0.5 لتر، بنص لتر. يبقى فعلا ده قد ده. 7000 مللي لتر ب 7 لترز، صح. ال 1 مللي لتر ب 1 اوفر 10 من اللتر، هي ال 1 اوفر 10 يعني ايه؟ يعني 0.1. طب ال 0.1 لتر ده في قد ايه مللي لتر؟ نعمل له تايمز 1000، يدينا كام؟ نحرك البوينت 1 2 3 يديني 100 ايه؟ مللي لتر. يبقى هل ال 1 مللي لتر ب 100 مللي لتر؟ غلط طبعا. هنا ال 1 اوفر 4 الكوارتر ب 250، وال 1 ده ب 1000 مللي لترز، يبقى فعلا ده قد ده. يلا اللي بعد كده. كومبليت 3 لترز اند 300 سنتيمتر كيوب ايكوالز قد ايه مللي لتر؟ عايزين نحط بقى ده على ده. طيب هل هما الاثنين نفس اليونتس؟ هو انا عندي السنتيمتر كيوب مش هو هو الملي لتر؟ وال 3 لترز دول المفروض ان هما ب 3000، يبقى انا عندي 3000 مللي لتر لما نحط عليهم 300 يديني ايه؟ 3000 اند 300. يلا هنا 3000 مللي لترز عايزين نحط عليهم 20 ديسيمتر كيوب، فيهم قد ايه من الليتر؟ يبقى نخلي ده لتر ونخلي ده لتر. 3000 مللي لترز يعني 3 لترز. 20 ديسيمتر كيوب، احنا قلنا الديسيمتر كيوب اللي هو المكعب الكبير قد الازازه بالظبط، يعني دول كده 20 لتر. يبقى 3 بلس 20 يديني 20 ايه؟ 23. طب يلا هنا عايزين الليترز والملي لترز نحطهم على بعض ونخليهم ديسيمتر كيوب. الديسيمتر كيوب هو هو الليتر. انا عندي هنا 2 اند كوارتر، وعندي هنا 750. ال 750 يعني ايه؟ يعني 3 اوفر ال 4 لتر. يبقى انا عندي هنا كوارتر وهنا 3 اوفر 4، الاثنين دول يديني 1، يبقى 2 لترز ولتر يبقى 3 لترز. يبقى انا عندي هنا 3 ديسيمتر كيوب. ممكن نعملها بطريقه ثانيه، نقول كده ال 2 اند كوارتر اوف لترز عباره عن 2250، نعمل لهم بلس 750 مللي لترز، يدينا كام؟ 3000 مللي لترز، اللي هم 3 لترز او 3 ديسيمتر كيوب. يلا هنا الليترز والديسيمترز عايزين نخليهم مللي لترز. طيب هو انا مش الديسيمتر هو هو الليتر؟ اه، يعني دول كده 7 لتر، وهنا عندي 8، 7 و 8 15، يبقى انا كل ده عباره عن 15 اند 3 اوفر ال 4. طيب ال 15 لترز بكام مللي لترز؟ 15000، حط هنا 3 زيروز، بس انا عندي 3 اوفر 4 بكام؟ ب 750، يبقى دول يدوني 15750 مللي لترز. يلا هنا عايزين الديسيمتر والسنتيمتر نخليهم مللي لتر. السنتيمتر كيوب هو هو الملي لتر، والديسيمتر كيوب ده الليتر. طيب 5 اند هاف لترز كام مللي لترز؟ 5000 اند 500، حط عليهم 300 يديني 5800 مللي لترز. يلا هنا عايزين المليمتر والسنتيمتر نحطهم على بعض ونشوف هيطلع قد ايه بالليتر. هنا ده بالملي لتر، بنيجي نحوله لتر ديفايد اوفر 1000 يديني 1.9. السنتيمتر كيوب هو هو الملي لتر، نعمل 1000 اند 100 ديفايد 1000 يديني 1.1، نعملهم هما الاثنين سم يديني 3 لترز. اكسرسايز 9 بيقول لي بوت ذا سوتبل ريليشن ليس ذان جريتر ذان اور ايكوال. عايزين نعمل كومبير، هنا 2 لترز هنا 1500 ملي لترز. 2 لترز يعني ايه؟ يعني 2000 مللي لترز. مين الجريتر، 2000 ولا 1500؟ لا طبعا، يبقى 2000. هنا الكوارتر اوف الليتر ولا 245؟ كوارتر الليتر يعني 250 مللي لتر، يبقى 250 طبعا جريتر ذان 245. ال1 لتر وال1 ديسيمتر كيوب او ال1 كيوبيك ديسيمتر، الاثنين ايكوالز. هنا 1 and a quarter of a liter 1500 مللي لتر،
المفروض ان ده عبارة عن ايه 1250 مللي لتر، يبقى ده طبعا اكيد سمولر. اللي بعديها 500 مللي لتر، اللي هي ايه؟ اللي هي هاف الليتر. وعندي هنا ال 1 ديسيمتر كيوب اللي هو ال 1 لتر، يبقى طبعا ال 1 لتر جريتر ذان هاف الليتر. هنا 2000 سنتيمتر كيوب اللي هم 2 لتر، وهنا 2 لترز يبقى قد بعض. 750 مللي لترز و 3 كوارترز اوف الليترز، 3 كوارترز اوف الليترز اللي هي 750 مللي لتر، يبقى الاثنين ايكوالز. يلا 4000 مللي لتر اللي هي 4 لترز، 4 لترز ولا 40 لترز؟ لا 40 لترز اكتر. هنا ال 1 اوفر 4 لترز ب 250 مللي لتر، يبقى 250 مللي لترز اكتر ولا 500؟ طبعا 500. اللي بعديها 7 ديسيمتر كيوب اللي هي 7 لترز، وهنا 700. ال 7 لترز ب 7000 سنتيمتر كيوب، يبقى دي كده جريتر. يلا 9000 مللي لترز اللي هي 9 لترز، وعندي هنا 10 لترز يبقى اكيد سمولر زين. يلا هنا 3 اوفر 4 مللي لتر و 750، ناخد بالنا 750 ديسيمترز يعني 750 لترز، يبقى ده اكتر ولا 3 اوفر 4؟ لا طبعا ال 750 هو اللي ايه، هو الاكتر. اللي بعديها بيقول لي سيركل ذا جريتست ميجرمنت ان ايتش اوف ذا فولوينج، يعني الكباستي الكبيره نعلم عليها 1 اوفر 4 من الليتر ولا 301 ولا 1 لتر؟ لا طبعا ال 1 لتر اكتر، ان ال 1 لتر جواه 1000 مللي لتر يبقى اكتر من ده، وهو طبعا اكتر من كوارتر. طب يلا 4 لترز وعندي هنا 5000 مللي لترز وعندي هنا 2999 مللي لترز، يبقى نخليهم كلهم بالمللي لترز، يبقى ال 4 لترز يبقى 4000 مللي لترز. مين الجريتست؟ يبقى 5000. هنا ده مللي لترز ده مللي لترز، نخلي ده مللي لترز يبقى 6500 مللي لترز. مين الكبير؟ ده طبعا مللي لترز مللي لترز، يلا نخلي ده مللي لترز يبقى 14000. ال 1 اوفر 2 ب 500 يبقى 14500 مللي لترز. مين الكبير؟ هو ده، ان ده 14450. يلا اللي بعديها arrange the quantities in an ascending order، عايزين نعمل arrange من ال smallest للgreatest. هنا 3000 مللي لترز، 2 لترز، 3.5 لترز، نخليهم كلهم بالليترز يبقى ده كده 3 لترز. يلا نرتب بين الصغير للكبير، يبقى نحط ال 2 الاول، 2 لترز الاول، وبعد كده نحط ال 3000 مللي لتر، وبعد كده نحط ال 3 and 1 over 2 لترز. هنا 10 لترز، 30 مللي لترز، 2000 مللي لترز، وليتر وملي لتر، نخليهم كلهم بالملي لتر يبقى ده كده 10000 مللي لترز. وعندي هنا ده 30000 مللي لتر. مين اصغر واحد؟ اللي هو 3 مللي لتر، واللي بعديه 30، واللي بعديه 2000، واللي بعديه 10 لترز، وبعدين 30 لترز. يلا هنا ده بالليتر وده بالليتر وده بالليتر، ده بالملي لتر، نحوله لليتر، نعمل ديفايد اوفر 1000 يبقى 2.099. مين اصغر حاجه؟ طبعا هو ده اصغر حاجه اللي هو 2099 ملي لتر، خلاص خدناه. عندي 2 اند ا كوارتر اوف الليترز ولا 2 و 3 كوارترز اوف الليترز؟ طبعا ده اصغر يبقى 2 اند 1 اوفر 4 لتر، وهنا 2 اند 3 اوفر 4 لتر، وهنا نحط اخر حاجه اللي هي 3 لترز. اكسرسايز 12 بيقول لي arrange the quantities in a descending order in each of the following، يعني عايزين نحط الكبير الاول وبعد كده نمشي لحد ما نوصل للصغير. هنا يلا في عندي لترز وملي لترز، نخليهم كلهم بالملي لتر، ده نخليه 1000 مللي لتر وده 500 مللي لتر. مين الكبير؟ اللي هو 1250 مللي لتر، وبعديه 1000 مللي لتر اللي هو ايه ال 1 لتر، واللي بعديه
ده هاف الليتر، واللي بعديه 250 مللي. يلا نخلي ده بالملي ليترز، يبقى كده 8750، وال 5 ليترز ب 5000. يلا مين الكبير؟ ال 9000 مللي ليترز. مين اللي بعديه؟ 8750 اللي هي 8.75 لتر، واللي بعد كده 6500 مللي لتر، وبعدين نحط ال 5 لترز. يلا اللي بعد كده، هنا 10 لترز نخليهم ايه 10000 مللي لترز، ودول مللي لترز، ده هنا 12 اند هاف يبقى 12500 مللي لترز، وال 7000 سنتيمترز كيوب هي 7000 مللي لترز. مين اكتر حاجه؟ اللي هي 12500، يبقى 12 اند 1 اوفر 2 لترز، واللي بعديها 10 لترز، واللي بعديها 9900 مللي لترز، واخر حاجه اللي هي 7000 سنتيمتر كيوب. يلا اللي بعد كده بيقول لي الكاباسيتي اوف ايتش اوف ذا فولوينج ميجرينج كابز از 2 لترز، هاو ماتش ليكويد از ان ايتش ميجرينج كاب اند كومبليت. يعني كل واحد من دول الكاباسيتي بتاعته 2 لترز، عايزين نعرف هو فيه قد ايه. نبص كده بعينينا نلاقي دي جايه عند الايه؟ ال 1 لتر. ال 1 لتر ده عباره عن ايه؟ عباره عن 1000 مللي لترز. طب يلا هنا شايفين بعينينا الميه واقفه لحد فين؟ لحد ال 800، يبقى الكاباسيتي بتاعت الحبه دول 800 مللي لترز. طيب وهنا جايه عند 1600 مللي لترز، ناخد بالنا هنا مكتوبه بالليتر، يعني لما اقول 1600 مللي لتر نعمل ديفايدد 1000 يدينا 1.6 من الايه؟ من الليتر. اللي بعديها عايزهم كلهم بالليتر، هنا ايه؟ ما بين 1400 و 1600 اللي هو 1500 اللي هي 1.5 لترز. طيب هنا دي هنا ال 1 وال 1.2 يبقى بينهم 1.1، وهنا ما بين ال 400 مللي لتر والايه؟ وال 600 مللي لتر، ال 400 يعني 0.4 وال 600 يعني 0.6، يبقى اللي في النص ايه؟ 0.5 لترز. يلا اللي بعد كده بيقول لي the capacity of each of the following measuring cups is 2 liters. Color the measuring cup to express the indicated amount. يعني عايزين نلون كده الميه اللي جواه لحد ما نوضح هو فيه قد ايه. هو هنا بيقول لنا 1700 مللي لترز، يبقى هتيجي فين؟ هتيجي هنا كده between ال 1600 و 800، يبقى كل دي كده هتتملي المفروض بالايه؟ بالميه. يلا هنا 300 مللي لترز، ادي 300 هنا كده، بين ال 200 وال 400 900 مللي لترز اهي، تبقى كده. يلا اللي بعديها 1 اند هاف لترز، ادي ال 1 لتر. طب 1 اند هاف ايكوال قد ايه من المللي لترز؟ عباره عن 1500 مللي لترز، يعني هتجيلنا هنا كده كل ده كده هيتملي 3 اوفر 4 من الليترز اللي هم كام؟ 750 مللي لترز، يبقى بتوين ال 600 وال 800، يبقى هنا كده هنا 1 اند كوارتر اوف لترز، الكوارتر بتاع الليترز يعني 250 مللي لترز، وال 1 يعني 1000، يعني ما بين ال 1200 و 300 هنا كده. طيب يلا نشوف اللي بعد كده. بيقول لنا if 5 drops of water make 1 then how many drops make 1 liter؟ يبقى ال 1 لتر فيه قد ايه؟ انا عندي ال 1 مللي لتر في 5، ال 1 لتر في 1000 مللي لترز، يبقى نعمل 5 تايمز 1000 يديني عدد الدروبز اللي في الايه؟ اللي في ال 1 لتر، يبقى the number of drops of water in 1 liter equals ايه؟ ال 5
تايمز 1000 يدينا كام؟ 5000 دروبس. اللي بعديها A cup holds 250 مللتر، يعني الفنجان دي الكباستي بتاعته. How many cups would it take to make 1 liter؟ هنحتاج كام فنجان علشان يبقى عندنا 1 liter؟ هو ال 1 liter في كام مليمتر؟ في 1000 مليلتر. يبقى the number of cups هنقسم ال 1000 مليلترز على مين؟ على الكباستي دي، يديني عدد الكابس، يبقى هي equals 1000 divided 250. A times 250 يديني 1000 4، يبقى 4 كابس. يلا اللي بعديها. A bucket holds 6 liters of water. After rain it was 1/3 full. بعد المطرة اتملى بمقدار 1/3. How many liters of water were in the bucket? How many milliliters? هو كله 6 liters، اتملى منه 1/3، يعني 1/3 times 6، يبقى the number of liters هي equals ال 1/3 times ال ايه؟ ال 6، يعني 6 divided 3 يدينا ايه؟ 2 liters، اللي هم كام؟ لو عايزينهم بالمليليتر يبقى 2000 ملي ايه؟ مليليترز. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الليسون بتاع الكباستي. ليسون سهل جدا، انا يهمني تعرفوا ان الكباستي دي بنقيس بيها الاماونت اوف ليكويد، وان اليونتس بتاعتها كانت الليتر والمليليتر، وما ننساش نحفظ التحويلات. الدرس ده يا اولاد بيجي عليه مسائل كتير في التحويلات. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.